بطاقة السفرة تاعو مرات عديدة، وشفنا بعض من الخشونة فوق أرضية الميدان، ربما هذا راجع لطابع اللقاء مخلوف. طابع اللقاء طابع محلي، وطابع لقاء عنده أهمية كبيرة للفريقين، واحد يأمل الصعود والثاني يريد الابتعاد عن منطقة الخطر. المقابلة تأتي أهمية بالغة للفريقين، ونظن هذا ما أثر على أعصاب اللاعبين اللي توتر في بعض الأحيان، لكن أنا ما نوافقش على الخشونة، يعني ما كانش خشونة كبيرة، هناك بعض اللقطات اللي ربما لكن ماهيش خشونة كبيرة يعني اللي ربما تعودنا نشاهدوها في بعض المقابلات. نتمنى باللي اللقاء يستمر كما كان عليه في الشوط الأول، ولو أن فيه حماس زايد شوية. وإذا أنت كما تشاهدون تنطلق الشوط الثاني، ماتام يحاول باش يغير ناحية زغدود يرجعها البلفلفل، ونظن أحد الضيوف اللي انتقلوا إلى ملعب الشهيد حملاوي اليوم لمشاهدة هذا اللقاء، وجاره الجالس بجنبي الآن هو السيد حاج سعيد منصور مدرب اتحاد الشوية اللي شاف الشوط الأول. سي حاج، أولا رحبوا بك في قسنطينة. أهلا وسهلا فيك. شاهدت الشوط الأول، يعني وش انطباعاتك عليه؟ عمليا الفريقين تقريبا عم يلعبوا باستراتيجية واحدة وبتكتيك واحد، مع أفضلية نسبية للسياسي من ناحية السيطرة على الملعب، لكن دون فاعلية، لأنه أحيانا عم يحاول يعمل العمل الجمالي على حساب فاعلية اللعب، وعم يحاول باستمرار فريق السياسي يدخل من عمق الملعب، وهذا صعب لتكتل دفاع عين البيضاء. يفضل أفضل لو يفتح اللعب من خارج الملعب لإيجاد فراغات وإيجاد مساحات مناسبة. السياسي عم يلعب بمهاجمين اثنين وبتحركات مبنية، كل التحركات أغلب التحركات بانية على اللاعب ماتين اللي عم يتحرك يمين ويسار، وعم يحاول يسحب أكبر عدد من اللاعبين لخلق الفراغات لزملائه، وهذا لاحظناه. خوف على السياسي من شغلة واحدة، هي ترك فراغات في منطقته الدفاعية من الهجمات المرتدة، وشفنا حالتين لو استغلوهم بصورة مناسبة فريق عين البيضاء كان أثروا كثير على فريق السياسي. عموما المباراة بشكل متوسط، الفريقين متساويين تقريبا بدنيا تكتيكيا، الملاحظات اللي حكيناها والتحركات اللي لازم تكون أكثر خاصة من قبل المهاجمين الاثنين. فنيا ما في شك انه لاعبين السياسي فرديا بصوره افضل من لاعبين عين البيضاء، وهذا ملاحظين من لمساتهم على الكره، لكن ما يكون هذا هو الهدف النهائي تبعهم، اللمسه بقدر ما يكون فاعليه اللعب. عين البيضاء الشوط الاول ونهايته حاولوا اكبر عدد من اللاعبين بمنطقتهم الدفاعيه لتصغير المسافات وعدم ايجاد فرص للاعبين السياسي للتحرك بصوره جيده وخلق الفراغات المناسبه. ولا ننسى انه كمان السياسي اضاع فرصتين سهلات، والسبب هو البطء في سرعه التصرف، لانه اللاعب بمقابله المرمى لازم يتواجد فيه عنصرين يتصرف بسرعه، عنصرين السرعه والدقه، سرعه التصرف والدقه بالتصرف. احيانا عم تكون السرعه حساب الدقه، واحيانا الدقه حساب السرعه، وهذا مخيف. مخلوف، شكرا، تفضلي ليلى. اذا كان يسمح السيد حاج منصور بسؤالين. راهو في الاستماع اليك، تفضلي مباشره. اذا السيد حاج منصور مساء الخير. مساء الخير. السيد حاج منصور، ما شفناش، يعني ربما السؤال هو ما شفناش فرق كبير بين كما نقولوا قسم اول وقسم ثاني، يعني المقابلات كما نشوفوها في القسم الاول ربما المستوى ما نقدرش نقول نفسه، لكن فيه تقارب في القسم الثاني، هذا راجع لماذا سيد الحاج منصور؟ عمليا هو كرة القدم بشكل عام نتاج عام لطبيعة كرة القدم بالدولة، حتى منلاحظ انه بالدول الكبيرة كمان الفارق نسبي بيكون، يعني بين درجة أولى ودرجة ثانية، لأنه نتاجها الواقع هذا.
ولا ننسى انه أندية الدرجة الثانية عم تصرف مبالغ طائلة لاستخدام لاعبين من أندية الدرجة الأولى. وهدف وهدف حجم الزور. إذا ليلى كما شاهدتي هدف. لا أنا شفت الحكم أعلن السونتر لكن في الأخير لم يعلن عن متابعة اللعب، وهي مخالفة. أحد الهجمات اللي حكيت لك إياها هجمة اللي ممكن مرتدة تشكل خطورة خطيرة من طرف موسى مبارك اللي قام بهجمة مرتدة خطيرة. ونشاهد الإعادة نتاع اللقطة نتاع شباب قسنطينة. أنا شفت الحكم أشار بيده لكن أعلن عن خطأ. أنا كنت أعتقد أنه يعلن على السونتر. تفضل حاج منصور كمل الجواب تاعك. لأنه الفرق مثل ما قلنا أنه أندية الدرجة الثانية عم تحاول قدر الإمكان الصعود وعم تحاول توفر الكادر المناسب المادي والكادر الفني والنوعية تبع اللاعبين. لهالسبب عم يكون المستوى متقارب. وأنا رأيي أنه إذا لاحظنا مباريات الكأس كان أندية كثيرة من الدرجة الثانية خلقت صعوبات كبيرة لجميع أندية الدرجة الأولى، يعني أغلب المباريات انتهت بضربات الجزاء. هون بنقول إنه العامل النفسي والحافز لأندية الدرجة الأولى هو اللي كان يدفعها لحتى تثبت وجودها وتقول أنا جدير بفرق الدرجة الأولى. سيد حاج منصور أختي، ربما أنا راح نستغل هذه الفرصة باش السؤال هذا آخر سؤال وراح نترك الجمهور مع واقع الشوط الثاني هذا. اتحاد الشوية راه يحتل حاليا المركز الاول في بطولة القسم الاول، والبطولة راهي كانت يعني في راحة، الان راح تستأنف يوم 23 ماي اي يوم الاثنين القادم باذن الله. اذا كيف ترون هذه البطولة، هذا الاستئناف بعد يعني واربع جولات تفصلنا عن نهاية هذه البطولة؟ هذا الاتحاد الشوية يعني بامكانه باش يضمن اللقب؟ عمليا احنا راح نمسك فرصتنا باسناننا لانه فرصة متاحة لنا. جميل. والظروف مواتية على اعتبار انه عندنا ثلاث مباريات داخل ارضنا وعندنا مباريتين خارجيات، والامكانيات اللي بتوفر عليها فريقنا من كافة النواحي اعتقد بتأهله لانه يتمسك فرصته بسنانه. هاي نقطة. والنقطة الثانية انه كرة القدم كل شيء محسوب فيها وكل شيء متوقع، لكن ما راح نفرط ابدا بحظوظنا في هذه البطوله. حاج منصور ربما سؤال اخير من عندي انا هو التوقف هذا. تفضلي ليلى. شكرا للسيد حاج منصور وشكرا لك، واتركك مع وقائع هذا الشوط الثاني. الى اللقاء. شكرا ليلى. قلت اخر سؤال، ربما التوقف تاع الشهر هذا يعني ما راحش ياثر على سير البطوله؟ عمليا التوقف بيأثر لانه ضمن البرمجة اللي بيعملوها المدربين بيضطر مدرب لما بيكون في عنده شهر فراغ خاصة داخل الموسم او بالفترة الاخيرة من الموسم بيضطر يقسمه لثلاث فترات، هي الفترة الانتقالية اي اعطاء راحة للاعبين راحة ايجابية، بعدين بيضطر يعمل تحضير ثاني، وبالتم التحضير الثاني هدفه هو الدخول بالمباريات الاخيرة. احنا كان معنا شوية الحظ انه كنا مشاركين بافريقيا وهذا خلى استمرارية لفريقنا، لكن رغم كل شيء بعد اعتذار الفريق النيجيري اولمبيك النيجر اضطرينا نعطي اللاعبين ثلاثة ايام فترة راحة، وبعدها بدينا عملية التحضير تبعنا للمباريات المتبقية من الدوري. طبعا بيأثر لانه الانترفال ميثود او الطريقة الفترية اللي طالعة نازلة ما بتخلي المدربين ثبات ببرامجهم يلي عم يشتغلوا عليها، وهذا بيأثر نسبيا، لكن بتقديري انه هالسنة افضل بمراحل كبيرة من السنة الماضية من ناحية ثبات الدوري ومن ناحية البرمجة رغم بعض الصعوبات. شكرا سي منصور، ونتمنى لقاك في فرصة اخرى ان شاء الله بينما نشاهد احد اللاعبين الاحتياطيين لاتحاد عين البيضاء. هو رقم 15 يبدو لي فعلا اقطاي عمار راح يدخل مكان احد اللاعبين المدرب مازال ينادي على اللاعب. اللاعب مازال ما خرج، من سيخرج في الاخير. تلعب الكره بدون استبدال
والحارس بعد ما كان الحكم أعلن عن مخالفة لصالح دفاع عين البيضاء، يخرج يبدو لي خلاف رقم 6. لا وتمس، تمس في الأخير، التبديل سيتم، خلاف يخرج رقم 6. خلاف كريم لاعب شاب 20 سنة ويدخل مكانه قطاي عمار. متان وركنية بعد تدخل المدافع شبلي، كانت كرة من بشط الطول بن كنيدة، تماس نذكر 10 دقائق من الشوط الأول، نتيجة متعدة 0-0. خرجت بعتوبة نقدر نقول، هدف كان أخذ طريقه ناحية المرمى، ضغط وضيع لهنا العايب اللي كان ارتقى قبل الكرة، ضيع هدف. شبلي حرنان او حمام ديه في الانطلاقه، توزيعه وبش تطو في الاخير العايب، شوف العايب يصبح مدافع نهايه ماتام من قطاي، كانش تسلل، كان قطاي سبق الكرة لكن كان بإمكانه باش يسجل هنا، كان بإمكانه باش يقذف مباشرة وما رجعش الكرة إلى الوراء. ضيع كرة بودماغ، نشوف التقدم نتاع دفاع شباب قسنطينة، يترك كما كان لاحظ الحاج منصور منذ قليل، تقدم الدفاع يترك فراغات للهجمات المرتدة لاتحاد عين البيضاء مثل هذه. توزيعه كانت من زغدو اتجاه قطاي، قطاي يرجعها لمتام، متام باقي محافظ على كرته، توزيعه طويلة بن حمادي ما يلحقهاش وتخرج الكرة ضربة مرمى لصالح الحارس علاوة، وتمر الدقائق 12 دقيقة من الشوط الثاني، دائما التعادل يجمع الفريقين 0-0. والفلفل قطاي ماتام يراوغ لاعب، واش يعمل؟ يرجع مكان حتى واحد، شفنا الملاحظات اللي قالها كذلك حاج منصور منذ قليل، بطء التصرف، ان اللاعب يتباطأ في التصرف بالكرة عند اللمسة الأخيرة، كانت هنا فرص للتسجيل وتسلل يعني مساعد الحكم، شوف الحكم ما يتجاوبش مع مساعد الحكم ومساعد الحكم يخفض الراية نتاعو ويكمل اللعب. هنا شفنا زوج مرات عدم التنسيق بين مساعد الحكم والحكم. ماتام نشوف الطريقة تغيرت نتاع شباب قسنطينة اللي يصبح يعتمد على الكرات العالية خلال الشوط الثاني هذا. شوف موسى مبارك، موسى مبارك اللي موجود في المقدمة وحده اللي تبنى عليه الهجمات المرتدة، موسى مبارك يوجه قذفة لكن جانبية، تركني يقول الحكم
ركنية لبدوني لموسى مبارك سمير 20 سنة لاعب شاب. يترك الكرة للشبلي ربما. الشبلي رأسية لموسى مبارك والعايب. العايب نشوفوه في كل وضعية تصبح مدافع عندما يضيع الكرة قذفة ولكنها ضعيفة. هبر على وجه القذفة هذه. هبر الطاهر 29 سنة رقم 7 جناح أيمن في اتحاد عين البيضاء. انطلاقا من بشتطو اتجاه بودماغ. بودماغ ناحية بشتطو. تضيع الكرة. دفاع البيضاء مستميت في الدفاع المرمى هو شبلي. شبلي توزيعه لحمامدية. حمامدية ينطلق في هجوم عكس فردي. الحكم يعلن عن خطأ ضد بولفلفل. مخالفة على بعد حوالي 20 متر من مرمى العور. لإعادة. هذا لهذه اللقطة. يسقط على أثر هاللاعب حمامدية. حمامدية محمد العربي. ونعيش الدقيقة 16 من الشوط الثاني. دائما التعادل 0-0 بين شباب قسنطينة اتحاد عين البيضاء. وقلق كبير عند جمهور شباب قسنطينة. قذفة من حرنان. حرنان جانبية. هذا حرنان داود اللي اللاعب اللي راح يتنقل الموسم القادم الى شباب قسنطينة. حرنان رقم 11. حرنان داود 21 سنة يؤدي حاليا الخدمة الوطنية. متام دخل حمامدية يخرج له الكرة هذه تماما. ودماغ اتجاه دفع من الوراء يحصل على خطأ. اشتطوا اتجاه رأس العايب وشبلي. كان حتى واحد في الاستقبال. توزيعة عمتان يمسكها الحارس بسهولة. بودماغ العيب اتجاه ماتام. ما يتمكنش باش يروح ماتام. شوف حرنان الجناح الايسر اللي راهو يلعب في وضعيه مدافع. يعني كل اللاعبين في المنطقه تاع البيضاء ما عدا موسى مبارك 10 لاعبين مدافعين. يعني الحارس وتسع لاعبين. اشتطوا تمس طويل. ضربة رأسية ولكنها عالية من بن حمادي. بن حمادي صلاح الدين اللي يبدو على الشاشة اللي يحمل رقم 7. الدقيقة 19 من الشوط الثاني. حمامدية تكلوا الكرة لكن
بسرعة ترجع لعناصر شباب قسنطينة. بوريدان جاهز خدود طويلة من زغدود وحكم يعلن ماهوش تسلل انما ربما دفع عن خطأ. مساعد الحكم ما رفعش راية التسلل بينما المدرب نجار عاشور في قلق وحيرة لإيجاد الحل لاختراق هذا الدفاع الملتف بكيفية جيدة والمتماسك ويخرج بن حمادي ويدخل غرزولي. غرزولي يلعب كقلب هجوم، قلب هجوم ممتاز من لاعبين الشباب غرزولي عبد العزيز، ربما سيضيف شيئا، سيضيف ما كان ينقص لهجوم شباب قسنطينة. والحكم يعلن عن خطأ لصالح اتحاد عين البيضاء. حكم ذكر السيد دوساسي سليم من رابطة باتنا الجهوية. هذا غرزولي عبد العزيز 25 سنة، اللاعب اللي يدخل مكان ماتام. والتباطؤ يكلفه إنذار وخطأ. إنذار لحرنان. ممدية مع الكرة في الأخير بودماغ ماتان. مليحة من ماتان تجاه زغدود. وتسلل تاع موسمبارك. نفذ بسرعة. بن كنيدة قطاي رجع لبن كنيدة ودماغ ماتام. ماتام اللي يتحرك كثير في الميدان. مرفوعة بكيفية جميلة و ركنية نظن فعلا ركنيات عديدة وفرص لكن دون أن يتمكن من استغلال ويتمكن شباب قسنطينة من استغلال السيطرة اللي راه فرضها على المقابلة. شباب قسنطينة اللي اعتقد ان لعبه ضربة رأسية من قطاي. من قطاي اظن ان شباب قسنطينة اللي ادى مقابلات كبيرة، مقابلات في المدة الأخيرة جات متوالية مثل تنقل لتبسة الفريق المقابلة المحلية مع مولودة قسنطينة، إلى جانب 120 دقيقة في مقابلة الكأس ومقابلة صعبة الأسبوع الماضي في عنابة. ضمن المقابلات المتوالية هذه أثرت قليلا على الحالة البدنية للاعبين. متعود نشوف شباب قسنطينة أحسن تنظيم وأحسن فنيات من هذه المقابلة. ربما مدرجات تبدو فارغة نوعا ما لكن جمهور لا بأس به خاصة في الجهة المغطاة، وهذا رغم المنافسة على التلفزيون لكثير من الأنصار يفضلوا مشاهدة المقابلة في بيوتهم خاصة وأن الجو اليوم حار. وتنفيذ الكرة ضربة مرمى من تنفيذ فرح نبيل فرح. بوريدان ماتام و تمس بعد لمس من ماتام. بودماخ قطاي زغدود
نداء يرجع لي بودماغ يبدل الجناح لكن الكرة ما وصلتش. صراع الاستحواذ على الكرة في وسط الميدان، خطأ من اللاعب سليم العايب، داروا الكرة وانطلاق ناحية شبلي لكن تقصر بودماغ. شوف الحامل الكرة، نشوف ثلاث لاعبين. مرارة ضايعة من قطاي، مسامبارك يحولها لكن كان هناك بولفلفل، رجع البولفلفل وخطأ لصالح بولفلفل. كان لاعب اعترض فريقه وسقوط، سقوط وإصابة بولفلفل، نتمنى ما تكونش خطيرة. تلعب بسرعة ناحية العيب سليم، يرجعها برأسه وخطأ، حكم يعلن عن مخالفة. بينما لاعب آخر من اتحاد عين البيضاء، أحد المدافعين شوفوا ساقط، الحكم لا يبالي ويأمر باستئناف اللعب ويقوم اللاعب، ويقوم اللاعب بعد ما لعبت الكرة. اشتطوا بودماغ ما تم الحش، ستة وعشرين دقيقة، ستة وعشرين دقيقة يعني 19 دقيقة توصلنا لنهاية اللقاء. سوء استعمال التناس يحولها إلى الفريق الخصم، إلى شباب خصم تيمة. متن خطأ، خطأ يرتكب ضد متن. متن يأمر رفاقه للصعود وعليا تخرج. شبلي دائما الهجمات المعاكسة تجاه موسمبارك، لكن يتفوق عليه بودماغ وخطأ، خطأ ضد موسمبارك لصالح بودماغ. بشتطو بوريدان من كنيدة، ترجع البولفلفل، مريرة ضيعة من بولفلفل، يستغلها هجوم اتحاد عين البيضاء وتسلل. مساعد الحكم يعلن عن تسلل. بولفلفل اشتطوا، تركها لمتام، شبلي هيت حمامدية، يدخل حمامدية محاصر بين اثنين لاعبين، الأخير بولفلفل يتفوق. نهاية بشتطو تخرج عالية. بولفلفل اللي كان وجه بولفلفل أحمد 29 سنة. تماس ينفذ من بشتطو ناحية بودماغ، ودماغ يرتاح لبشتطو، بشتطو فتح نحو الوسط. صعب المهمة نتاع شباب قسنطينة. اللاعب ما تبعش هنا.
يقدر يخرج بالكرة. تخرج الكرة لصالح شباب قسنطينة. 30 دقيقة تمر من الشوط الثاني، دائما التعادل يجمع الفريقين بدون أهداف، صفر مقابل صفر على كل مقابلة. ما شاهدناش فيها الكثير، صعوبة الحارس موسى مبارك يمسك هنا وخطأ متام. العايب كان رجع الكرة للاعب لكن التباطؤ. نشوف اللي شباب قسنطينة بدا يدفع فاتورة المجهود الكبير اللي أداه طيلة المقابلة. نشوف باللي الحالة البدنية تاعو بدات تنقص مع مرور الدقائق. مجهود كبير بذلوه اللاعبين خاصة في هذا الجو الحار. مراقبة فردية، مراقبة المنطقة ومراقبة فردية. حامل الكرة ما يتركلوش فرصة كبيرة. هذه الخطة اللي وضعها بشير مقران مدرب اتحاد عين البيضاء، وهو كان مهاجم أيام كان يلعب. وهجوم معاكس خطير يقود موسى مبارك وحمامدية. زوج لاعبين فقط لكن التمريرة تاع حمامدية ما وصلتش للرفيق ويستغلها. يسترجعها فريق شباب قسنطينة لهجوم عكس. هذا بشير أمقران اللي كان يلعب جناح أيسر أيام شبابه، كان يلعب جناح أيسر، كان يلعب قلب هجوم، كان مهاجم. متان ناحية العيب. عجب، غريبة، لقطة خطيرة على منطقة عين البيضاء والكرة تأبى أن تدخل. المفروض هنا لو كان اللاعب استغل اللقطة هذه كما يجب ربما نشوف إعادة بعد قليل. كاد يكون هدف هاي الإعادة. يبعثها لنا زميلنا محمد حزور لنشوف العيب سليم. حب وش حب يعمل ما فهمتش، لكن هو حب يلوبي الحارس او يقذف، لكن المهم اخفق في استغلال هذه الفرصه الذهبيه. بوريدان تجاه متام وخطا يقول الحكم ضد بشططو. تطلو المدافع الايسر اللي شاهدناه في وضعيه قلب هجوم. هذا على الصوره باش تطلو مراد 31 سنه رقم 6 يلعب كجناح ايسر في غياب بنعاس. بنعاس نور الدين اللي هو وضربة مرمى، قلت بنعاس نور الدين اللي هو المدافع الايسر المعتاد واللي موقوف شبلي. بودماغ بن كنيدة ترجع لبودماغ. ماتام، ماتام حب يقذف امام مجموعه من اللاعبين ما تركولوش فراغ باش تمر الكره نتاعو. ماتام اتجاه بشططو، يفتح بشططو لكن الكرة عرضية، يستقبلها الدفاع بسهولة. تخرج الكرة وتسلل لكن الحكم يترك اللعب. التمريرة ما وصلتش. تنس و 34 دقيقة. 34 دقيقة تمر من الشوط الثاني.
11 دقيقة تفصلنا على النهاية، دائما صفر مقابل صفر. بينما اللاعب لساقط موسى مبارك سمير حرنان، حرنان شبلي والحارس العور. متن خطا من شبلي وإنذار، شبلي وإنذار. زغدود ترجع المتام، مجهودات كبيرة لهجوم شباب قسنطينة ولكن دون فعالية لحد الآن. بينما لاعب راح يدخل في، يبدو لي ربما لشقر العيفة رقم 12، رقم 13 ولد خالد عبد الغني. خالد عبد الغني راح يخرج، الحكم يقول العب لان الاتحاد عين البيضاء تباطأ في اتمام التغيير. متام جانبية، جانبية. نشوف اللي بول فلفل اصبح يلعب في الهجوم. شبلي حمدية، حمدية ينطلق، باقي محافظ على كورته، باقي يراوغ يفتش على الوضعية الممتازة لكن ما وجدهاش. في الأخير يمرر كورته، ترجع لموسى مبارك ووضعية تسلل، وضعية تسلل حرنان كان في وضعية تسلل. متن زغدود تصطدم الكرة، تصطدم الكرة بالدفاع وتعود إلى المنطقة الأخرى. قطاي قطاي يراقب كورتو، راح يغير فعلا اتجاه بودماغ، بودماغ بشتطو، وش يعمل بشتطو؟ يمرر صراع كبير بودماغ، وضربة مرمى صالح الحارس. بينما نعيش دقيقة 38، سبع دقائق على النهاية. مثل يدخل ولد خالد مكان شبلي، شبلي اللي يعرج برجله، ربما أصيب إصابة خفيفة نتمنى تكون بدون خطورة. ولد خالد يدخل، متن زغدود، تماس لصالح شباب قسنطينة باش تطوف التنفيذ. كم كنيدة وخارجة، خارجة من باش تطوف، وهذا نتيجة المجهود الكبير، نتيجة التعب. اللاعب يصبح ما يتحكمش في تدقيق الكرة، ما يتحكمش في اتجاهها كما يجب. متام، متام اللي بذل مجهود كبير في المقابلة هذه على غرار رفاقه. موسى مبارك يرجع للوراء،
حرنان. حرنان ينطلق. حرنان هذا اللاعب اللي راح يتنقل كما قلت لشباب قصر الدين الموسم المقبل. زغدود يغير زغدود اتجاه بشتطو. اتجاه بشتطو واش راح يعمل بالكرة أمام قطاي؟ لكن نظن راح اللعيب بشتطو. صعوبة كبيرة الحارس يمسكها. كانت فرصة، كانت فرصة، ونظرا اللي كانت اللقطة يعني التبادل الكروي كان سريع، ما تبينش من هو آخر من قذف الكرة. وهي الإعادة يبدو لي العايب، العايب فعلا هو اللي قذف الكرة هذه، لكن الحارس كان لها بالمرصد. هذا الحارس علاوة أحمد 29 سنة، اللواء اللي يلعب في اتحاد عين البيضاء منذ تقريب منذ سقوطها، يعني منذ سقوط الفريق القسم الوطني الثاني في موسم 88-89. وإعادة اللقطة مرة أخرى، والعايب فعلا هو اللي قذف. قذفة كانت قوية ما تمكنش منها الحارس في المرة الأولى وفي المرة الثانية، رغم أن العايب الحق عليها، إلا أن الحارس تمكن منها في الأخير. وخطأ يستفيد منه الحارس، مخالفة لصالحه. و 42 دقيقة وهكذا، فإن المقابلة تبدو وأنها آيلة إلى التعادل. موسى مبارك بوريدان، ترجع الزغدود بعد توزيع من بن كنيدة. زغدود طيع انطلق حرنان او حمام ديا. حمام ديا ينطلق في الميت، وأخطأ في التمرير، أخطاء تكاد تكلف هدف. شوف أن يعني المقابلة اللي كانت تبدو ما تشكلش خطورة كبيرة على شباب قسنطينة، فإذا بها تشكل صعوبة كبيرة للرائد، رائد شباب قسنطينة اللي نذكر بأنه خلال 24 مقابلة انهزم في مقابلة واحدة، انهزم في مقابلة واحدة منذ بداية الموسم، بينما عنده أحسن دفاع وأحسن هجوم، حيث فارق الأهداف اللي عنده زائد 34 هدف. قطاي متام وضيعة، تبقى النتيجة إذن قبل دقيقة واحدة على النهاية بالنسبة للوقت الرسمي عندي هنا في ضبط الوقت 44 دقيقة و 30 ثانية. قطاي ودماغ في كرة القطاي، يضيعها قطاي وانطلاقة معاكسة لحمامدية. حمامدية من العناصر الممتازة في اتحاد عين البيضاء، وفي الأخير الحمامدية يرمي الكرة وكأنه يتخلص منها. لأنه كان معزول ما عندوش رفيق يساعده. الدفاع البيضي، حمامدية
زغدود يضطر باش يرجع للحارس، حارس اتجاه بوريدان. الدقيقة الأخيرة 45 دقيقة، إذن الوقت الرسمي ينتهي. حكم يلعب في الوقت الضائع. زغدود و يعلن هكذا الحكم السيد أستاذ سليم على نهاية هذا اللقاء بين اتحاد عين البيضاء وشباب قسنطينة بالتعادل السلبي 0-0. على كل من النتيجة تخدم كثير اتحاد عين البيضاء ليناضل من أجل البقاء، بينما شباب قسنطينة ما نقولش ضيع حظوظه لأن تبقى له كان عنده 4 نقاط فارق عن المتابع الثاني. إذن 0-0 أيها السادة والسيدات، نتمنى أن نلقاكم في فرصة أخرى وإلى اللقاء. لقاء مخلوف، إذن 0-0 في لقاء شباب قسنطينة اتحاد عين البيضاء.